مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من حياة هوم كوكينج تشانل. إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. وصفة اليوم هي صينية الكفتة مع البتنجان، البطاطا، البندورة، البصل، الفليفلة. رح أطبخ الوصفة بطريقة صحية من دون أي مواد دهنية. اللحمة بتختاروا أنتوا النوع اللي بتحبوه بين بقر، غنم، معزة. من هون بس رح تجي المواد الدهنية. وصفة كتير طيبة، كبار وصغار بحبوها. كل لقمة إلى نكهة معينة من هالخضار اللي رح نحطها. فيكن تقدموها مع رز بشعيرية وفيكن بلا رز بشعيرية مثل ما عم تشوفوا بالصحن. أنا ما عملت رز اليوم، خليكن معي حتى تشوفوا كيف رح حضر هالوصفة. أكيد بداية بدنا لحمة الكفتة يلي هي بتبقى لحمة ناعمة دورين. منحط لها بصل، بقدونس وبهارات ومنخلطهم كتير منيح مع بعضهم. إذا بتحبوا تشوفوا كيف منحضرها عندي فيديو على الشانل بتشوفوا فيه كيف بحضر الكفتة حتى من دون مكنة. وأكيد فيكم تستعملوا المكنة الكهربائية حتى نطحن الكفتة مع البقدونس والبصل. من بعد ما خلطتهم بدي أعملهم قراص بالحجم يلي أنتوا بتريدوه. بهالشكل هيدا ناخد الكمية يلي بدكن إياها على حجم القرص، نبرمو، نرجع نكبس بإيدنا، منضغط عليها، منسويها مثل ما عم تشوفوا. هيك بصير معنا قراص الكفتة. رح أقرص الكمية كلها. بدي أحضر الخضرة اللي هي الفليفلة الطويلة الرقيقة، تبقى مش سميكة، طيبة كتير وخفيفة الهضم. هيدي الفليفلة كتير طيبة وحلوة. باذنجاني وحدة. بدي أغسلهم كلهم ونحضر الخضار كلها يلي نحن بحاجة إلها. فإذا هيدا الكفتة قرصتها كلها، كيلو من الكفتة، باذنجانة قصتها ترانشات عريضة شوي، نفس الشي الفليفلة والبصل، بصلتين، اثنين فليفلة وحبتين بطاطا كمان ترانشات. كمية من شراب البندورة بدنا نغمر فيها كل هالخضروات، مندوب قد ما بدنا شراب بندورة. أكيد عنا الملح على الذوق، بهار حلو، ملعقة صغيرة، نص ملعقة سبع بهارات، نص ملعقة بهار أسود، ربع ملعقة بهار أبيض. رح أخلطهم مع بعضهم هيك بتسهل علينا إنه نرش كلهم سوا مع بعضهم فرد مرة. وإذا بتحبوا إنه نكهة البهارات تكون أقوى من هيك فيكن تزيدوا على ذوقكم كمان. هيدي هي كل المكونات، لاحظتم ما عندي زيوت أبدا. بصينية من دون أي زيت، من دون أي مواد دهنية، رح أحط البصل فردت كل كمية البصل بالصينية مثل ما عم تشوفوا. وهلأ بدي وزع كل المكونات الباقية حد بعضها بطريقة تسلسلية. مثلا حطيت الكفتة، جات الفليفلة، البطاطا، الباذنجان، ضلني عيدهم حتى تخلص معي كل الكمية. بقي عندي شوية خضرة من الباذنجان والفليفلة، رح وسعلن مطرح وحطن كيف ما كان، يعني وين ما كان، مش مهم التسلسل بهالمرحلة، ما بدي كبن. بالنهاية اللحمة والباذنجان لما ينطبخوا رح يصغر حجمن ورح تلاقوا كل هالخضرة ساعة بكل سهولة. والباذنجان بدوب لما ينطبخ، فحطوا الباذنجانات الباقيين، ما تقولوا ما بتساع الصينية، رح تساع كل الكمية. كمان رح أقص ترانش بندورة على الوجه، حبة أو حبتين حسب الصينية عندكم. فيكن تسمكوا ترانش بتطلع أسمك. البندورة رح تعطيها نكهة كتير طيبة. رح رش على البندورة والخضار من كمية البهارات يلي خلطناها. كمان رح حط الملح الكمية على الذوق. فيكن تستعملوا شراب البندورة وفيكن تدوبوا معجون البندورة حوالي 140 جرام مع المي. بنحركن سوا، بنزل البهارات الباقية كلها والملح، بخلطن وبحطن فوق الخضار والكفتة. لازم كمية الشراب توصل لثلاث ارباع الخضار.
راح أغطي الصينية بورق زبدة، فوقهم بحط ألومنيوم فويل، بدي سكرها كتير منيح، ما بدي البخار يطلع منها، منشد عليها بإحكام. الفرن بده يكون محمى مسبقا قبل بعشر دقايق لأعلى درجة، بدي أتركها حوالي نص ساعة، أو لما أشوفها عم تغلي بخفف النار لميتين درجة. من بعد ربع ساعة بشيلها وبعمل تشيك أب تشوف الخضرة وين صار استواءها. إذا شفتوا إنه السكينة فاتت بسهولة بالبطاطا بشيل ورق الزبدة، بخفف النار لمية وثمانين درجة سلسيوس، بتركها بالفرن حوالي ربع ساعة حسب الفرن عندكم، حتى هيك تحمر شوي من فوق ويتعقد المرق أكتر ويصير كثيف. من بعد ربع ساعة هيدا هو اللون اللي بدي إياه، هيدي هي التحميرة اللي بتشهي، أكتر من هيك ما بدنا نحرقهم، رائعين جدا جدا. هاي الأسود هو قشرة الباذنجان، انتبهوا أنا ما قشرتها، تركتها بقشرتها، والوصفة صارت جاهزة للتقديم. إذا حبيتوها ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، ما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من حياة هوم كوكينج. وصفة شهية جدا صحية، ما فيها مواد دهنية مثل ما قلت لكم، تاكلوها برياحة نفسية من دون أي عذاب ضمير. صار لازم ندوق، خبركن عن الطعمة. شوفوا الكفتة كيف مستوية على الآخر، الباذنجان ريحة شهية جدا. هالوصفة بعتبرها من أطيب وصفات الكفتة، كتير طيبة. وصفتي لليوم خلصت، بشكركن كتير على المشاهدة وعلى المتابعة، وبشوفكن بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.